صباح الخير مجددا عليكم مشاهدينا، والبداية من تطورات الحرب في قطاع غزة، حيث لا هدنة تلوح في الأفق حتى الآن، وضربات كذلك يا راوية تشهد الإسرائيلية تتواصل على قطاع غزة، فيما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان أحياء إضافية في شرق رفح إخلاءها، وذلك رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم شامل على المدينة. بالفعل يا حنين، طبعا تل أبيب مشاهدينا تقول أن نحو 300 ألف شخص نزحوا من الأحياء الشرقية للمدينة المكتظة في جنوب القطاع منذ أن دخلت في 6 مايو هذه المنطقة. أيضا المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عقب على هذه الطلبات الإسرائيلية قائلا إنها تجبر الناس في رفح جنوب قطاع غزة على الفرار لأي مكان، وأيضا قال إن أغلب سكان غزة نزحوا منذ بداية الحرب عدة مرات بمعدل مرة تخيلوا كل شهر في المتوسط. وإسرائيل يا راوية تطلب وفق المنشورات التي تلقيها على سكان غزة بالتوجه إلى مناطق تصفها بالآمنة. المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عقب على ذلك أيضا وقال الادعاء بوجود مناطق آمنة كاذب ومضلل، وأنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. بالفعل لا يوجد مكان آمن، وهذا حديث مشابه مشاهدينا لما ذكره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والذي أكد أن إقدام إسرائيل على إجلاء المحاصرين في رفح إلى مكان غير أو مناطق غير آمنة هو أمر غير مقبول. ثالث مرة أنزح فيها في حياتي، مبدئياً أنا بنزح من هين من الشابورة رفح، والنزوح في رفح عن جد كتير صعب، لأنه المواصلات كانت ب $100 صارت ب $1000. وإحنا خوف يعني بدنا نطلع زينا زي الناس، هي كل العالم طلعت، بس الآن إحنا مش ملاقيين، في ازدحام في السيارات وفي أزمة سيارات، وإحنا قاعدين نستنى من إنا يومين قاعدين نستنى في سيارة. بدك تطلع غصبا عنك بالقوة، إذا ضليتك بدك تموت، فيش يا بتموت يا بتطلع. هذا الاستخدام أسلوب التهجير طبعا.